سيد الوزير بحكم انه البروده تنقص عندنا في ولايه البرج انتم تحكموا فيه المرافقه التقنيه متعدده من المعاهد كثرة تاع الفلاحه صدرنا برنامج على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، برنامج طموح بحيث الهدف الأساسي هو تقوية الإنتاج من خلال تربية المائيات خاصة في المياه العذبة. نحصي حاليا حوالي 700 طن بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة، سواء المدمجة مع الفلاحة أو بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة على بعض المؤسسات الاقتصادية. نطمح لإنتاج مع نهاية سنة 2024 إلى ما يفوق 3000 طن بالنسبة للمياه العذبة في تربية المائيات في المياه العذبة، وإلى ما يصل إلى 15000 طن بالنسبة لتربية المائيات بصفة عامة، بما في ذلك المياه القارية على مستوى السدود وأيضا المياه البحرية على مستوى البحر من خلال الأقفاص العائمة، والتي أيضا نحجز لها الكثير من الدعم والكثير من الاهتمام.